في عدة نوعية. ولكن احنا كمان نقول انه الصبغة بالحرير لها فائدة كتيرة للجسم للشعر، وبتعطي كتير تكنيك حلو. ومثل ما سبقت لك، اعتقد سبقت لك انت بالحرير انا مش هيك؟ سي خليل صباغ لي فكتير حلو شعري يعني. يسلم ايديك، كتير يا حلو ستي لا شكر على واجب. حواجب برضو. يعني انا من مسيو خليل الله بدي احلى يخليكي، تجميله، الله يعني يخليكي يا ربي، شفتوا قد ايه ميرسي انا حلوه، عليك، كله من ميرسي، ايدان مسيو ثانك يو خليل. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. هلا احكي لي شو محضر لمشاهدينا. احنا مع بعض حنكون تقريبا كل يوم، يعني من الاحد للخميس مع بعض كل يوم فترة الصباحية. شو محضر لمشاهدينا؟ مفاجآت؟ شو بدنا نحكي عن والله مستقبل أنا اتصالاتهم؟ أول شو بدنا إشي نحكي لهم للستات المشاهدين البيوت؟ وأعزائي كتير كتير، ويسعد صباحهم، وأنا بحبهم كتير وهم بحبونا كمان. ها فأنا بدي أريحهم من هالمشاكل اللي بتعجقوا فيها شوي. وين تروح؟ لأي كوفير مختص؟ لأي صبغة؟ شو بدها تصبغ؟ كيف تعمل شعرها؟ كيف تعمل حواجبها؟ كيف تعمل الفيشن لإلها؟ كيف تعمل الذبراي تويتر جولد؟ كيف تنظف بشرتها؟ تروح لناس مختصين، وتروح لناس إلهم خبرة واسعة في عالم الشعر. في عندنا في الأردن، على فكرة أنا كتير كتير بحب الأردن وبلدنا، أكيد وبنصبح على جلالة الملك وبنصبح عليهم كلياتهم. في عندنا إحنا كمان أكيد عبر قناة حلاقين، نورمينا بنصبح على عندنا جلالة الملك خبرة والملكة. خبرة تتضاهى العالم. في معلمين عندنا بالأردن كتير كتير حلوين، وإلهم صار إلهم إلهم الفن إلهم. التزيين الشعر والله والمكياج في العظيم الأردن على مستوى في مصر أنا بشوف معلمين لما بيطلعوا معانا وبيشتغلوا في مصر. أم الدنيا مصر، مصر يعني مصر بتخوف. لما بتحكي أنت مصر بتخوف، يعني في معلمين اسم الله بيثبتوا جدارتهم على المسرح، وبيثبتوا جدارتهم على علم التزيين وعلم التكنيك وعلم الشعر. ويعني مسيو سمير سويدان، مسيو تيسير سليمان، مسيو إياد سمارة الأستاذ الكبير رئيس الاتحاد السياتير، مجالهم تحية أكيد. إياد دبش، مسيو إياد دبش كتير، فادي برقاوي، معلمين معلمين عندنا يعني ما شاء الله عنهم، بعطوا عندنا تكنيك معين حلو. فإحنا بنطلب منهم كمان يزودونا في معلومات، يزودونا في علم التكنيك الشعر. مسيو لؤي ابني كمان فنان كتير كتير، لؤي السيد أعطيته فن عميق، شربته شوي شوي ما شاء الله عنه. فهون إحنا بنعطي التكنيك العلمي، فإحنا بنروح بس في جيل آدم لكي يحفظ المسؤولية كمان في علم الفن، والمسيرة تضلها ماشية بإذن الله تعالى. مين أهم الفنانين اللي اشتغلت معهم بمصر لك لهلا؟ يعني مش بس شغل وشعر احنا وميك اب، كان قبل كم يعني ضليت على تواصل معهم. خلينا اشكر المنتج محمد المجالي، بصبح له بوجه له كل تحيه. كان مجال الفنان تحية محمد صبحي أكيد. موجود عندنا بالاردن وصديق عزيز علينا. وقبل هيك كان مجال الاستاذ تحية. احمد بدير، برضه بوجه له تحيه. اشتغلنا له شوي، واشتغلنا لمدام سميه الخشاب، واشتغلنا لعده فنانات في الوطن العربي. مش مشكله تشتغل مع فنان، المهم تشتغل وتبدع في تكنيك الشعر وتكنيك والعلم والاكستراكشن، تعمل شيء كثير احنا حلو نصبح يعني. على كل الوطن العربي من حبيبتي الله خلالك. يخليك. بدي مشاهدينا اعتذر لكم انه احنا ما حناخذ اتصالات اليوم عشان نكسب كل معلومه من مسيو خليل، نعرف اكثر، يعني بدنا نضل نتحاور اكثر في مع مسيو خليل. مسيو خليل احكي لي، الحواجب او الرموش الايلاينر بكبروا العين، كيف بتشتغل طيب ايلاينر هذا دائم؟ سؤال كتير كتير حلو، سؤال المشاهدين يا ريت يسمعونا كمان ويفهموا هالملحوظة. وكتير تعملوا دائم الايلاينر؟ الايلاينر هو تتوعج، هو تتوعج بيجي رسمة بين الرمش والرمش وليس عريض. يعني عندك ست عندها 10 رموش، 12 رمش موجودين اخفاف جدا. بيجي الفنان يعني برسم الرمش 1 2 3 4 يعني مثل الميوزك، مثل دونو يعني بعزف يعني. بمسك بعملها، بنقطها تنقيط يعني، فهمتي عليك؟ بزرعها بين الشعر بين الموجود. الشعر الموجود. لما تطلع انت عليك هيك واطلع عليك هيك بشوف العين كبرت، انه في رموش، معناته انه مسيو خليل كبر العين، اعطى للعين بهجه. اما لتركيب الرموش هون في عنا شغله. هلا بتقول لك الو مسيو خليل صباح الخير، بقولها اهلا، عندك بدي اركب رموش دائم؟ بنقولها اوكي، ما في رموش دائم. رموش دائم بتقعد اسبوع اسبوعين ثلاثه وعم بتفك.
لانه ميه من الوضوء بدها تتوضا بدها تغسل وجهها، ما في ست الا بدها تغسل وجهها مرتين ثلاثه باليوم. مرتين باليوم. الماده اللاصق هذه الموجوده عم بتاكتك، بتعمل تكنيك بتكتك بتفلت بتسقط الرمش. بيروت وفي مصر وفي البلدان يعني وفي الاردن بتيجي الزبونه بترجع يمشي قليل سقط رمشين ركب لي اياهم، في صيانه في تكنيك، فبضلوا لاربع شهور. فهمتي علي كيف؟ يعني كل 10 ايام بتمرق بتركبها رمشين ثلاثة، اللي يضلوا الصيانة موجودة لأهل الرموش، أما يضلوا دائمين ما أعتقد. مش دائم يعني. نعم. أكثر مدة ممكن تقعد فيها أسبوعين. لا. إذا ركبتين أسبوعين بعضوا بعض. إذا غسلت وجهها كل يوم أما مرتين رموش أو مرة لأربع شهور ولا ست شهور دائما ما في إلا زراعة. تزرع رمش وصعب جدا، كثير صعب، دقيق بالوطن جداً العربي بيكون. إنك تزرع رمش أها كثير يعني مرقش علي إن أنا أزرع رمش، لأنه هاي المنطقة هاي للستات هي اخف منطقه بالجسم واسمك منطقه اللي هي منطقه الكعب، فكيف هاي المنطقه مثل ورقه السيجاره ما بتقدر تعطيها زراعه وبتقدر تعطيها الوضع لها كثير. شو محضر لمشاهدينا مع الايام اللي جاي نحكيها بالبرنامج؟ شو محضر احنا والله كل شيء محضر، كل شيء ما يخص التجميل يعني احنا تحت اي شيء. سيدات البيوت بدي اصبح عليكم، اي سؤال بخطر في بالكم مسيو خليل جاهز للاجابه، ولكل اي سؤال بخطر بالكم، شعر، حواجب، ميك اب، كونتور. كونتور ما حكيناش عنه. الكونتور لتحديد الشفايف، نقول التحديد يعني احنا بنقول اجمل 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 تم في العالم. تعرف ايش هو؟ لا. اللي هو تم الغزل، واسمه باللغه العربيه الفصحى واللمى. اللمى فهو جميل جدا، دائما محدد. هو التم سبحان الله الشفايف هذول محددين طبيعه من الكلام. هلا الستات في شفايف بتكون صغيره، في شفه بتكون مرفوعه شوي، في شفه بتكون نازله تحت، هاي بتكون شفايف صغيره كثير هيك ما بتبين. احنا بالتحديد بنحدد الشفايف وبنعبي الشفايف، بتطلع شفه اللي بدها اياها على هوا اللي بدها اياها. الست بنرسم لها بالبدايه بنقولها هيك بتطلع، هيك بتطلع، هيك لا 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 هيك اجمل، اضحكي، اعملي شوي هيك، اعملي هيك كذا. فبنعطيها للشفايف تحديد اجمل وارتب لها وتكنيك علمي صحيح 100% وما ببين بين الناس اذا راحت على عزاء، راحت على فرح، راحت على كذا. كثير طبيعي اللون، طبيعي ما بتحس. بدي احكي لكم مشاهدينا، انا حددت عن مسيو خليل يعني ما شاء الله، ولا حسيت وما حسيت يعني حتى بدون تخدير او في 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 بيعملوا بيعبوا يعني بياخذوا ابره عند دكتور تخدير لحتى يقدر يرسم منيح، بس ما شاء الله ايدك كثير خضره يعني وخفيفه. هي الممارسه، لما انت بتشتغل باليوم اكثر من 10 زبونات يوميا يعني ابدا يا دوب هيك يعني كان بغني يا دوب خلص تكنيك يعني اوكي. في ستات كثير انا مشاكل تتواجه على فكره اعزائي المشاهدين، والله العظيم انا بحكي معكم سادة لوجه الله تعالى، اقبلوها مني نصيحة. كثير بشوف مشاكل في التتواج. شوي تتواج كذا 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 كذا، تتواج كذا كذا كتبتو مش عارف ايه. هيدا حكي اذا انت ما رحتي على مختص يشتغل في التتواج وبالفيشن وبالبشرة وبالشعر، ما تروحي يا اخي، روحي على شيء معين لكي انت تستفيدي نتيجة. انت دافع فلوسك، دافع خدي شيء حق شيء هالشيء هيدا، مش تروحي عند واحد يروح يخرب لك سرق. كتير مع احترامي اللي ما بعرفه في هالشيء هيدا، ما هو هلا صارت الست عم تقرا اعلان 50 دينار تاتو مش عارفه شو حواجب، ما في تاتو ب 50 دينار. هذا حكي، جرايد، هذا حكي جرايد. يعني المصلحه، شوفي احنا بناخذ الفن. هلا اي شخصيه لازم يكون عنده فن في التكنيك في التتواج. فنان انت بترسم سرق كتير، انت بترسم برسمة حية، ما بترسم صورة وانت تمحيها وتشتغل في صورة تانية. انت بترسم في وجه، الوجه هيدا كل البشر شايفيته، فبدك تعطي رسمة كتير كتير حلوة وتعطي تكنيك علمي وتقنع الزبوني مرة مرتين ثلاثة، وما تضغط عليها تقولها اعملي هلأ مشان اخذ منك فلوس. لا لا لا، هي تقتنع وتيجي لك، هي لحالها بتدور عليك اذا بدها تعمل الشيء وتكون مقتنعة فيه. فهذا الشيء اللي بنعمله احنا، بنعمله بنقنع الزبونه وبنمهلها وبنقولها واحد اثنين ثلاثه اربعه. الزبوني بخاف، بدي بنج، بدي لا لا ما في لا بنج اصلا. البنج البنج عم بعمل. اعزائي المشاهدين نصيحه من خليل لكم، البنج بعمل عازل عن ماده التتواج نهائيا. بعدين التتواج
بيدخل في طبقة الجلد الواحدة وليس يدخل إلى عدة طبقات في الجلد. يعني إحنا خلينا نحكي عن التتواج بشكل، بتسمحي لنا ستنا بعد إذنك إنه نفسر إيش التتواج. بس أنا كنت أجدادنا، بدي أسألك، ما تفضلي. بدي أقطع عليك، كنت بدي أسألك هلأ، أنا حطيت وردي، صاحبتي حطت وردي، نفس تاخذ نفس الطبقة، نفس اللون بيروح؟ بدي تحكي لنا عن هذا بس بعد السؤال هيدا حديثك. خليني أنا بذكرت شوي. أجدادنا قبل 100 سنة وكل واحد تطلع إلى جدتها أو إلى التيتا تاعتها لقدام شوي، فهمت علي كيف؟ بتلاقي رسمي كانت ترسم زمان أجدادنا، يرسموا هون يعملوا هون مثل المسلسلات البدوية اللي بتشوفوهم أنت هيك. هيدا كان التتواج قديم جدا على أيام الرومان وقبل الميلاد، عفوا قبل الميلاد كان التتواج هذا، تطلع عليه في أيام سيدنا عيسى يعني. كانوا علموا بعضهم تعليم، هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان وهذا، وحتى في السودان لوقتنا الحالي في السودان بجرحوا حالهم، واحد اثنين، هذا من قبيلة خليل السيد، هذا من قبيلة ست أحلام، هذا من قبيلة فلان، هذا من قبيلة فلان، بالوشم بالوسم بيعرفوا انه هذا القبيلة لنا بالحروب وبالغزوات ولآخرته. فعملية التتواج أنا عملت بحث كامل عنها ودرسته، ودرسته في الجامعات وفي المعاهد وفي المحاضرات، حتى في الوطن العربي اطلعت أعطيت محاضرات عنهم كيفية التتواج. أنت مثل فرعنة عم تنحت بحجر وبتحطه، بتنحت بشي بصير هالحجر هذا إشي كتير حلو، وأنت عم ترسم بصورة، الصورة بتتمزع بتروح لكن الوجه ما بتمزع، بضله موجود، بضله إشي عنده تكنيك علمي. فانت لما بدك ترسمي حواجبك وعيونك وشفايفك بدك تعطي طريقه معينه كيف الرسم بدها تطلع. بدي ارسم لك وياهم اول شيء بالقلم، اعمل لك خط اي لاينر خفيف جدا، اعمل لك شفايفك، اعبي هالطاقه اللي عندي والمغروسة عندي بهالجمال لإلك واعطيها واورجيك اياها على المراري، تفضلي هيك احلى، لا لا مسوي خليل كبير شوي، غير، لا 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 هيك افضل، هيك افضل، هيك افضل، هيك افضل. لما انت ترسمي ما تستعجليش بنفس اليوم تعملي حواجبك وشفايفك واي لاينر، اعملي شوي شوي لإلك اللي تشوفي انت الوضع لإلك. بعدين الالوان، منين اجت الالوان؟ هلا بيقولوا مسو خليطه، مش هي الوان التاتو؟ الالوان يا ستي اعزائي المشاهدين، الالوان من الاعشاب، اعشاب صنع طبيا مشرف عليها اطباء في وزاره الصحه عندنا بالاردن وخارج الاردن مسؤول عليها، والصحة العالمية بتثبت ذلك بالمواضيع هاي. نرجع بنقول الأصلي أصلي، يعني مش أي طبعا الأصلي أصلي، لأنه أنت حكيتي في البداية حكي الجرايد، ما بهمنا إحنا، إحنا بهمنا الفعل، إحنا ما بهمنا نتخانق مع الزبونة، بهمنا إحنا الزبونة تطلع معنا كتير حلوة وتطلع كتير وبتأخذ حقها وتأخذ هالشيء الطيب لإلها وهالجمال هالحلو. تفضل. كنت عم بسألك كيف هلأ أنا حطيت مثلا بينك أو روز أو يعني ريد روز شوي للتاتو للشفايف، بيطلع علي نفس صاحبتي اذا حطيت مثلا بينكي بيطلع عليها نفس درجه البينك ولا الزهري ولا بتكون اخف؟ البني بني، الاسود اسود، الاحمر احمر، الزهر زهر، بيفرق حسب اذا هي ابيض مني بيطلع البينك اكثر؟ انت بتطلعي على البشره، بتطلعي على الفاشن لها. في هلا في ستات كثير عندهم شفايف غامقه من السيجارات والدخان والارجيله والكذا وايش هيك، المنطقة هاي بتتلون بترجع وردية طبيعي 100%. أما ما بنقدر لو واحدة سمرة نعمل لها حمر أحمر 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 كتير كتير غامق ببين، ما بدنا نعمل لها على لون الشفايف. لون الشفايف يعني في عدة ألوان مباشرة بنقدر إحنا نستعملها للشغلة هاي مباشرة. من أرز لبنان لسوسنة عمان لأم الدنيا مصر مع مسيو خليل بيحلى التجميل، نطلع لفاصل، خليكم معنا.